انا دايما ببص للايجابيات منها. يعني الناس بتقول ان ده ممكن يضعف البطوله, اه في ماتشات هتبقى اضعف, ولكن في النهايه الفرق الاقوى هي اللي بتوصل. انا شايف ان ده بيدي فرص لبلاد ان هي تفخر ان هي تشوف نشيد بلدها بيتلعب في بطوله مهمه جدا زي بطوله كاس الامم الافريقيه, وان هي تشوف بلدها ومنتخبها بيلعب لاول مره. فبالعكس انا مبسوط ان هي بقت 24 بطوله.